اخويا احنا نورمالمون جبنا تراكس تحفر في وسط التران تاعنا وراء البيكي نتاع قيس الاراضي، نلقاو الكابلوات في وسط التران تاعنا ديجا. دوزيامو نورمالمون ستي كي تعدي خيوط تحت القاع تحط شبكه حمراء، ومتاع الغاز تحط شبكه صفراء باش كي التراك تجي تحفر تلقى الشبكه تحبس. هذا الكل ما ثمناش، وللاسف في المشكله دي تحملها ستيك، ما هوش لا مولا الدار لا مولا تراكس لا المقاول البني. اللي صار كونه ثم عماره هنايا بحذا عماره الشاهد يحفروا ضربوا لنا كابل، تضرب كابل ام تي 30000 هو اللي نجر باش تقص الضوء. سي اون اغريسيون نورمالمون التراكس كي يحفر يلزم ياخذ بلون من الاداره باش يشوف روحه فانا بلاصه هو يحفر. سي بور سا توا احنا عندنا تراكس هذا باش نوسعوا الكابل ورجع الضوء للناس الكل ديجا تمام عاد الزون اللي احنا فيها تو فهمتني، وما نجمو نرجعوا الضوء ولا ما نثبتوا بالضبط قداش من كابل تضرب. الخسائر نتاع كابل هو ديجا ما نجمش نقيمها توا لما نشوف نحفروا ساعه وفما مونكا غاني باللي زابوني كونت معناها الناس في الظلام يتسماو فهمتني، وان شاء الله يصبروا علينا وكاو بون الناس اللي المواطنين باش يرجعوا حكايه نصيف ساعه ان شاء الله دوبا نعاين نحير على الكابل ويرجع الضوء، مي التصليح من هنا بعد نص نهار ان شاء الله. اما الناس كل باش يرجع لهم الضوء اللي احنا اللي في البلاصه الاخرين الناس اللي تقص عليهم الضوء ديجا رجع، مي وين احنا موجودين باش يرجع دون اون دوميور ان شاء الله. ديجا تراكس كما ترى فيها موجوده باش تحفر وباش نحيروا على الكابل وكم ساعه باش نعملوا الاناليز نتاعنا ونشوفوا قداش من كابل تراكس ضرب والله نورمالمون ثم هي روتري ترى فيها تو العماره هذه نورمالمون ثم روتري والكابل تعدى معنا وبورد وتروتوار كانت نجم تصور الديسيتك هنا فهمتني، مي لاغريسيون هذه صارت قالوا ينظف وقال ثم كلوتير باش يهزها وقال بالطلب البلديه بون فافوار مع البلديه كيفاش صارت الحكايه هذه فهمتني، والاناليز نتاع الكابل كما قلت لك باش نثبتوه.